أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول: قال لي شخص إن قبر آدم عليه السلام هو تحت الكعبة، فما صحة ذلك؟ هو دافن آدم ولا حاضر يوم يدفن وشايف يوم يدفن؟ هذا كله من الكذب. ومن يقولون إن حجر إسماعيل فيها كذا وكذا من القبور، في قبر إسماعيل وفي قبر هاجر وفي قبر، هذا من الكذب والافتراء، وهذا من ترويج عبادة القبور والأضرحة. ولا هنا أحد من الأنبياء يعرف قبره إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأما بقية الأنبياء فلم تعرف قبورهم، وهذا من فضل الله، لأنها لو عرفت حصل الفتنة بها، وحصل من الناس ما يحصل عند قبور الأولياء والصالحين. إذا كان هذا يحصل عند قبور من يزعمون أنهم من الأولياء والصالحين، فكيف لو عرفوا قبور الأنبياء؟ حصل أشد من هذا. فمن رحمة الله أنه أخفاها، أخفى قبور الأنبياء لئلا يفتتن بها الناس. نعم.